هذه الصورة؟ فيها ألوان جميلة أليس كذلك؟ نعم. ما هو اللون الذي يطغى؟ يطغى يعني فيه اللون الكثير. نعم أسامة. اللون الأخضر. نعم اللون الأخضر. ماذا يمثل هذا اللون الأخضر؟ شيء جيد. في رأيكم في أي فصل؟ في أي فصل نحن الآن؟ نعم ندى. الخريف. الصيف. الربيع. ما هو الربيع؟ نعم. الصيف. إذا الحشيش عندما يكثر الحشيش اللون الأخضر يطغى، ما معنى يطغى؟ يكثر، يكون هو الكثير الأكبر، النسبة الأكبر، يطغى اللون الأخضر نكون في فصل الربيع. نعم نقول فصل الربيع، إذا ها هو سامي، أين سامي؟ نعم أين سامي؟ سيري. في المزرعة. في المزرعة، إذا سامي في المزرعة، جيد. كل ما تجدونه في هذا المشهد نرفع الأصابع طبعا ونقول ماذا يوجد في هذا المشهد. نعم الملك. يوجد في المزرعة الحيوانات. جيد شكرا أحسنت. هناك حيوانات محمد. الله. هناك حيوانات. ماذا نسمي هذه الحيوانات؟ أشري. نعم جعجعة. لا ماذا نسمي الحيوانات؟ ماذا نسميها؟ قطيع. ليس قطيع. ماذا نسمي هذه الحيوانات؟ ماذا نسميها؟ الحيوانات التي نربيها في المزرعة ماذا نسميها؟ أليف. نسميها؟ أليف. أليف. أحسنت يا سارة. إذا هناك ماذا يوجد؟ حيوانات أليفة. إذا كانت الحيوانات غير أليفة فهي؟ متوحشة. متوحشة. إذا هل هناك حيوانات متوحشة في هذا المزرعة؟ لا. جيد. نجلس سريعا. إذا في هذا المشهد اللون الأخضر يجمل الطبيعة. سيري. يجمل الطبيعة. ما معنى يجمل الطبيعة؟ يجمل جميلة. جميلة يجعلها حلوة. وهذه المزرعة فيها حيوانات أليفة. إذا صاحب المزرعة يربي الحيوانات. وماذا يفعل الكلب؟ غالبا ما هو دور الكلب؟ ما دوره؟ حديث ما دور الكلب؟ مريم؟ لا تعرفون أسامة؟ جيد يهاجم وقال يهاجم الذئب عندما يأتي. جيد أحسنت. عندما يريد الذئب أن يأكل الخرفان فهو ماذا يفعل؟ إذا ماذا يفعل؟ يدافع أو كلمة نعرفها يدافع أو يحرس. يحرس يسميه كلب الحراسة. مفهوم؟ ماذا نسميه؟ كلب الحراسة. فهو يحرس الحيوانات. أيضا ماذا يوجد؟ ما هو الشيء الجميل أيضا في هذه الصورة؟ نعم ندى. الشيء الجميل في هذه الصورة الأشجار. الأشجار جيد. ما نوع الأشجار؟ ما نوعها؟ الشيء البني والأخضر. لو ما نوعها؟ نعم محمد. برتقال. ماذا نسميها؟ أشجار. الأشجار التي تعطينا الفواكه ماذا نسميها؟ الأشجار الفواكه. أشجار الفواكه أيضا ماذا نسميها؟ الأشجار الخضر. أشجار الخضر؟ سيري نفكر ونستأجر. ثمار. نسميها أشجار؟ ثمار. أحسنت. أشجار برتقال مثمرة. أشجار مثمرة. إذا هذه أشجار مثمرة. وهاتان الشجرتان وهذا الجزء من الشجرة ماذا نسميها؟ والبقية. والبقية. ماذا نسميها هذه الشجرة؟ ماذا نسميها؟ النخلة. ماذا نسميها؟ أشجار النخل. ماذا تعطينا أشجار النخل؟ نعم يا سيدي. تعطينا التمر. النخلة تعطينا التمر. فهناك عراجيل
شيء مهم جدا في هذه الصورة. بحيرة ليست بحيرة، ماذا نسمي هذه؟ ماذا نسميها؟ بركة. بركة حسب سامع. هناك بركة. ما هذه الحيوانات؟ ليست قطة. قطة. البط يعيش في البركة ليست صوص. كثيرون. نعم يسبح في البركة نجد السيرين. إذا هناك بط صغير يسبح في البركة. هناك شيء مهم أيضا. ما هي الصورة؟ ما هي الصورة يا محمد؟ نستمع لمحمد. المعزل. هذه المعزل. لا يوجد هنا. هذه نعجة ليست معزل. هذه معزل ربما. ها هي نعجة. نعم. في البئر. أحسنتم. البئر مهم جدا البئر. لماذا مهم؟ Wow.